بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن معجزة تسلسل الطعام. يؤكد خبراء التغذية أن أفضل طريقة للغذاء أن نتناول الماء أولا، ثم بعد بنصف ساعة نتناول الفاكهة، وبعدها بساعة يمكن تناول وجبة الطعام. وهذه الطريقة في تسلسل الغذاء تجنب الإنسان الكثير من الأمراض. فقد أثبتت الدراسات أن شرب كوبين من الماء قبل وجبة الطعام يساعد على حرق الدهون الزائدة والتخلص من الوزن الزائد. إذا النصيحة التي يقدمها الخبراء من أجل صحة أفضل أن تشرب الماء أولا، ثم تتناول الفاكهة، ثم تتناول وجبة الطعام، وخاصة الوجبة الدسمة. والعجيب أن القرآن الكريم ذكر هذا التسلسل بدقة في طريقة طعام أهل الجنة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن أهل الجنة كيف يأكلون. يقول تبارك وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. الله سبحانه وتعالى بدأ بالأكواب، بعدها بدأ بالفاكهة، بعدها بدأ في لحم الطير، في الشيء الدسم. هذه الطريقة لقد نصح أكثر العلماء باتباع هذه الطريقة: شرب الماء، بعدها أكل الفواكه، بعدها أكل الوجبة الدسمة. والله أعلم. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أعطانا نظام يقي من الأمراض. والله أعلم.